اهلا بيكم يا شباب، هنتكلم عن الكونفولجنز. لما نيجي نتكلم عن الكونفولجنز او الاسم الاصح بتاعها سيجرز، هنيجي نتكلم عن الاسباب بتاعتنا يا اما تكون برايمري يا اما تكون سكندري. البرايمري هي الابليبسي، مش سكندري. اسباب كتير بقى. السكندري قال لك في حاجات كونجنتال، في حاجات انفلاماتوري، في نيوبلاستيك، في نيوروجينيتيف ديزيز، وفي عندنا دراجز زي الديجوكسين، وفي فاسكولار ديزيزز اللي هي ثرومبو امبوليزم وفاسكولايتس، ممكن تروما، ممكن تيومر سبيسيفاينج ليجن زي السيست، ممكن الكترولايت امبالانس، وفي انكيفالوباثيز هايبرتنشن وهيباتيك ورينال وهيبوكسيسكيميك وليد ووتر انتوكسيكيشن. وفي حاجه ثانيه اسمها فيفر ويز كونفولجنز اللي هي فيبرايل سيجرز، هنتكلم عنها في الاخر. الكلاسيفيكيشن بتاعتنا هي عبارة عن ايه؟ الاول الكلاسيفيكيشن في سنسوري واوتونوميك وموتور سيجرز، والموتور سيجرز هذه الكونفولجنز بيجي منها اتاك بيسموها فيتس. الناس دي قسموها الى تونيك وكلونيك وتونيك كلونيك. تونيك بيخشب، كلونيك بيرعش، ماي كلونيك بقى دي مهمة، جروب في مسلز بس هي اللي بتكونتراكت، جسمه بيتفرد بيتني بيعمل حركة واحدة معينة كده يعني. في تقسيمة تانية اللي هي generalized وبارشيال. قال لك الجنرالايزد اللي هي بيبقى معاها loss of consciousness وبتبقى tonic وكلونيك ومايوكلونيك واتونيك، وفي منها حاجات كتير قوي. في بارشيال، البارشيال قال لك ان هي بتبقى من غير disturbed conscious level ومن غير اورا، بس في حاجه اسمها كومبلكس بارشال سيجرز بتبقى بره القصه دي. السمبل بارشال سيجرز هي اللي ما فيهاش ديستربت كونشس ليفل وهي اللي ما فيهاش اورا، انما الكومبلكس بارشال سيجرز هي اللي بيبقى فيها ديستربت كونشس ليفل وفيها اورا وفيها اوتوماتيزم وفيها امنيزيا كلها بحرف الايه. وقال لك ان الكومبلكس بارشال سيجرز دايما بيبقى معاها سكندري جنراليزيشن. من خلال الاسيشن اللي معانا نقدر نحدد هي الكونفولجنز دي سببها ايه. دايما هي الانفستيجيشنز بتدور فيها على تثبت ان دي كونفولجنز عن طريق الاي جي، تدور على السبب سي تي ام ار اي فندس تورش اناليسيس سي اس اف اناليسيس وانجيو دوبلر علشان حاجات الفاسكولار تشينجز. هنشوف ان الكلاسيفيكيشن في نيونيتال وفي اللي هي من 6 شهور لخمس سنين وفي فوق الخمس سنين. وفي العلاج بتاعنا، العلاج بتاعنا لو اول اتاك انت لازم تعمل اي اي جي، ولو ما فيش حاجه بتفولو اب، انما لو في حاجه بتعالج، ولو ما فيش حاجه مضروبه غير اي جي بس بتحدد على اساسه. يهمنا جدا لو الاتاك اتكررت اي بي سي ايرواي وبريذنج وسيركيليشن، وتدي انتي كونفولجنز. انتي كونفولجنز زي ما مكتوب الدايزبام والفينيتوين والفينوباربيتون بالجرعات اللي مكتوبه قدامنا دي. الدايزبام بيتميز ان هو بيتاخد باي طريقه، ممكن تكسر الامبوله وتديها في اي حته، في بقه، ريكتال، نيزل، حتى لو انت ما عندكش كانيوليشن. الفينيتوين ليلودنج ومينتنس، وفينوباربيتون نفس الكلام ليلودنج ومينتنس. بعد ما تكنترول بتستخدم بعض الادويه، هم كتير جدا، سوليفيدون فاليبرويت وكاربيمازول والحاجات دي كلها. في عندنا شويه استخدامات لمجموعه من الادويه زي الاس تي اتش ده للانفانتايل سبازم. في حاجه اسمها كيتوجينيك دايت، ده بنديها للعيانين اللي هم عندهم كونفولجنز ريفراكتوري. وفي بعض الاحيان ممكن تعمل حاجه اسمها كوميشريكتومي للعيانين اللي هم عندهم كومبلكس بارشال سيجرز. نتكلم عن الموضوع اللي يهم الطلبه، هو الفيبرايل سيجرز. الكرايتيريا بتاعتنا هي ان طفل عنده من 6 شهور لخمس سنين، عنده حراره اكتر من 38، جنرالايز تونيك كرونيك من غير نيورولوجيكال سيكولي، وبتحصل في علو الحراره وبتحصل مره واحده في الديزيز. علاجها هو انك تعالج الحراره وتعالج السبب. بتدور عليها ازاي؟ من خلال ان انت بتعمل انفستيجيشنز اوف ذا كوز، و بتنفستيجيت بنفس طرق فيفر او قصدي نفس طرق الكونفولجنز اللي قلناها من شويه. في بعض الناس ليها فاميلي هيستوري، وفي بعض الناس اللي عندهم فاميلي هيستوري الابيليبسي الفيبرال سيجرز ممكن تكون مبرر لبدايه الابيليبسي. ممكن تبقى اتيبيكال وساعتها بتبقى خرجت بره الكرايتيريا اللي قلناها دي، وقال لك ان ساعتها لازم تدي معاها انتي كونفولجنز. العلاج زي ما قلنا قلل الحراره وعالج السبب وامنع تكرار الحراره.